انه بصلك بصه كلها تحرش، ونعمل له بوليكا ونهرب من دفع الحساب. الله، فكره حلوه قوي، بس للاسف بقى مش هينفع انفذها معاك. ابويا قفش عليا اليومين دول خالص، وحارب بقى لو اتاخرت هياخد مني العده. بابا، وابوك لسه عايش؟ ايوه. معنى كده ان انت لسه ما اتجوزتيش؟ لا، انا لسه انسه. إذا كان كده بقى يبقى تديني نمرة تليفونك وعلوانك والباقي عليا. بقولك إيه، عندك سكر في البيت؟ عندي بس كله دايت، عايزة من ده. خد الرقم بقى، 011 41 36. ينفع اللي اتعمل فيا ده يا خالتي؟ ما كانش يومك يا بتاع، ما كانش. تتكلمي على نفسك بس طبعا، مش همك انا. خرشبكوا كده لما يعيدوا الحلقة، خرشبوا الضرب ده تاني. قولي مين ماشية يا ست انت؟ العفريت التانية بتتنطط من الآن. ضعصاكي ضعصاكي، منور الشاشة يا أيمن، منور الفضائيات يا بتاع. إيه ده مكيال صح؟ آه مكيال. مكياج يا قاض يا أهبل أنت يا، أنت مش شايف الخمس أقلام اللي على وشي دول بتوع مين؟ مين؟ بتوع مدام رجاء الجداوي يا بندق. مدام رجاء الجداوي الشيف؟ أيوه، مدام رجاء الجداوي ضربتني بالقلم يا بندق. يا بختك. أمال إنعام سلوسة هتعمل فيا إيه لو شافتني؟ يا أخويا ما هو كله مني، كله منك. أنا السبب في الدنيا. أنا أيمن أتضرب من رجاء الجداوي؟ يا لهوي لو إنعام سلوسة شافتني، يا لهوي. بتنا فين؟ كله بسببك. أنا انت اللي بتضربي تاني، بتضربي تاني، بوظتني. عليك ايدي عليك عشتك. لا لا بس يا بوب، هي مجنونه. انا مش انا اللي بنفسن الاول، هي اساسا بتنفسن عليا جواها والله. صدقني معلش، انا هتصرف. والله والله ما سايباش يا كلبه. شكلك رهيب يا خالته. وات از يور بروبلم يا خالته؟ يا بنت انا عملت فيك ايه؟ عملت فيك ايه؟ تدمري لي مستقبلي. استني بس، عيب 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 كده يا ابتهال. حبيبتي ابتهال، انت برضه مش وش فضائيات، انت ارضي اساسا ومن غير اريال. خالته انا عملت كده عشان مصلحتك. يا اختي مصلحتي ده ايه؟ مصلحتي ده ايه يا اختي؟ ده انا امه لا اله الا الله اتريقت عليا وانا جايه في الطريق. دلوقتي الحلقه تنزل على الانترنت، حلقه ساخنه بين ابتهال ورجاء. ده انا للاسف صيطتيها. انت بتصيطي وانا ما اعرفش. صوتت وعيطت، ده انا خدت حته رصيه. بس مش مهم، كل يهون في سبيل الشهره والمجد. المهم طلعت في التلفزيون وانت لا. خلاص خلاص بقى يا سيدي ابتهال، لما انت دايما تعملي لها فضايح كده والجيران يقولوا قول علينا. اتفضلي اتفضل، جايبين شحاتين معاكم، خد يا ابن الله يسهل لك. خد. ريح انت بقى يابا خمسه كده على جنب دلوقتي بعد اذنك. ده ابني. ايوه ريح لي انت بقى خمسه، عشان انا الست اللي بيقولوا عليها خالتي دي عليا الطلاق لانفخها دلوقتي. انفخ. وما تتكلمش معايا انت، عشان انا اصلا ما بحبكش. عشان انت اصلا مش عايزك تبقى ابويا. بابا نو. بابا نو ايه؟ انتوا خليتوا فيها بابا نو، وربنا يعوري في وشي. وربنا يا ليت. يا عجبك كده؟ دمرتي اخويا، دمرتي اخويا. ايه؟ هو ده بقى الكليب اللي هيكسر الدنيا يا خلو؟ طبعا، صدقيني انا غشيتك قبل كده. لا لا سمح الله، ده كل الحاجات اللي حضرتك بتجيبها لي عسل. هو اسمه ايه بقى المطرب اللي انا جايه اعمل معاه الكليب؟ حافظ. حافظ؟ اسمه مش فني خالص. ازاي اسمه مش فني؟ ما انت عندك عبد الحليم حافظ. طب هو فين بقى؟ احنا بقالنا ساعتين مستنيين. عند الحلاق بيحلق شعره زي ما انتوا جايه. حلاق؟ هو هنا مفيش كوافير ولا ماكير؟ انا عندي حاجات عايزه اظبطها. لا انسي بقى الحاجات دي، الحاجات اللو بادجت زي بتاعتنا دي بيبقى ايه على قد كده. وبعدين الحاجات دي بتكسر الدنيا، انت ما بتشوفيش شعبيات ولا ايه؟ بتفرج يا خالو، بس واضح ان المستوى اللي احنا فيه ده اقل من الشعبيات. مستوى دول نجوم كبار قوي. انت ما بتتفرجيش على اوكا وارتيجا وشحته كاريكا وفيفتي والسادات؟ والله العظيم يا خالو، احنا لو وصلنا للمستوى ده انا هديك بوسه كبيره. خد امسك لي الشنطه دي كده. مانجر شايلين الشنطه بتاعتك. ايوه ايوه هو كده. هو كده ايه؟ معلش بقى يا ابو الكباتن، الحته دي بقى تاخدها موتور رجلي عشان عندي شغل هنا. الله يبارك لك. طب هات بقيت الخمسه جنيه. خمسه جنيه يا عم؟ لا لا انا جايبك من المترو لحد هنا. اسال اي توك توك في الشارع، لو قال لك اقل من 7 جنيه يبقى بحق. يعني هي كده؟ اه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتحاسبني عليا في يوم زي ده ليه؟ استلم مودي. هعرفك عليه. السلام عليكم. ازيك يا فنان؟ عم عمراني عالمي. بقول لك ايه، جبت الحتت اللي هتنططوا حواليها في الكليبايه؟ حتت ايش؟ ما تقولش الكلام ده.
اسمهم موتلز. موتلز بعدين انت هتبقى نجم كبير وهتطلع في الفضائيات اللبنانيه كلها. عيب كده. عليا النعمه انت يا عم عمران راجل بروفيشنال. الواد اللي كان معايا في توك توك ده ولا قالها لي تعب بدندله كده في الطريق قال لي عليا الطلاق انت مطرب بروفيشنال. على فكره اللوك اللي انت عامله خطير وشعرك تحفه. ربنا يخليك يا استاذ. انا قلت بقى ما دام فيها تصوير كليبايه رحت رايح للحلاق مظبط ونزل على الوكاله مبضعه عشان الكلاب بيفرقع. باذن الله هتفرقع وتكسر الدنيا. انت هتبقى اجمد من تامر حسني. اسمع من بقك ربنا يا استاذ. اتفضل انتوا واقفين على الباب ليه؟ اتفضل. يا فنان ايه اللي اخرك بس كده؟ معلش بقى وانا جاي في التوك توك قابلت زبون استحرمت ما ركبوش ده رزق. يا عم انا مش فاضي لعب العيال ده انا مهم. بقول لك ايه حياه ابوك عايزين ننجز صاحب الفيلا لو هرش ان احنا بنصور من ورايا انفخني. لو سمحت. نعم. فين الاوضه بتاعتي؟ اوضه الارتجاب باتي هنا ولا ايه؟ خلاص ادام ما فيش اوضه يبقى في كرفان. كرنفال ايه يا عم عمران؟ ايه يا خالو امال هلبس فين؟ يغيروا في الحمام بقى ولا حاجه. لا مؤاخذه فنان نسيت اعرفكم ببعض. لهفه بنت اختي فنانه كبيره. بقى الوساطه دي هي اللي بوظت الوسط الفني. دي مش وساطه. احنا لما نشغل لحمنا ودمنا نمنع الدخلة والمتسلقين. على فكره انا موهوبه. خلاص حاضر اشوف لك اوضه يا استاذه. خلاص ايه ده هو مفيش معدات اضاءه ولا كاميرات؟ ايه يا خالو فين التصوير؟ جرى يا استاذه انت جاي تتنك علينا ولا ايه؟ قول يا نجم هو الاغنيه دي اسمها ايه؟ اسمها غريق. الله غريق. غريق في بلاد غريقه. حلوه. حلو هنكسر الدنيا. اقول لك ايه بقى اهم حاجه وانت بتصورني وانا غريق عايز ابان رومانسي. رومانسي؟ بص هو القبول ده بتاع ربنا هنحاول نتصرف هنحاول دي غالبيات واحنا ملناش فيه بس ماشي. هنحاول. طيب استاذن انا بقى يا جماعه فنان مش هوصيك عليها لا مؤاخذه لازم امشي عشان عندي ميتن. حلو مش تروح فين انت المفروض المانجر بتاعي تبقى زي دلي كده. اه عشان بس اجهز للكليب بتاع بكره مع وائل كفوري. مع وائل كفوري اوه وما تنساش الاسبوع اللي جاي مع راغب علامه يا خالو. والله اصل راغب لسه ما اتفقناش معاه. خلاص مش مشكله يبقى الالبوم اللي بعده بقى. طيب ماشي ادي شنطه اللاكورات بتاعتك اهي والمناطيل فيها كل المناطيل وبنطلون البيجامه. سلام عليكم. ايه ببعت لي الاسيستنت بتاعتي والسليسيون. دي حاجه هايله خالص 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 مالص. ساحر يا مجدي الله عليك. هو حضرتك المخرج؟ امال ايه؟ انا على فكره من كل الزوايا حلوه. طبعا والزاويه دي هايله والزاويه دي هايله. اهلا وسهلا. انت جاي تصورني انا يا عم في هصورك وكل حاجه. ده انت امرايا امرايا. اسفه على التاخير الميكروباص كان زحمه موت يا فنانة. مش كده مش كده ايه اللي اخرك؟ انا اسفه يا استاذ مش هتتكرر اوعدك. اوكي هو انت ورايا ورايا انت مركزه معايا كده ليه حلوه؟ سامعي يا استاذ الاسلوب اللي هي بتتكلم بيه انا فنانه ملتزمه وجايه قبل اوردري بساعتين. هي اللي جايه متاخر. على فكره يا حبيبتي لو مش عاجبك شوفي لك اي كليب تاني تشتغلي فيه. انت بتتنططي على انت فاكره نفسك يسرى؟ ايه يا حبيبه قلبي انت اللي تشوفي كليب تاني. انا جايه يا استاذه انتوا جايين تبوظوا لي الكليب بقى ولا ايه؟ ما تنساش ان انا قلت لك انك هتبقى اجمد من تامر حسني. ايوه صح انت عسوله انت. اتفضلي يا استاذه. شكرا. تبقى تشوفي لك حته عادي فيها. يلا مع السلامه. انت مصدق موضوع تامر حسني ده؟ اسمع بقى مجدي خلينا في المهم. ايه الكيسه دي دلوقتي فيها هدومي وشويه برتقان كده وبتاع عايزك بقى تعصره لنا كده تعمله عصير عشان نخش الكليب بقى فريش. ما تقلقش يا فنان يلا بينا. هغرقك. ايه يا فنان قلت ستوب ليه بس يا فنان؟ مش هينفع كده يا استاذ انت بتكروتني مش حاسس ان انا رومانسي. رومانسي ايه يا عم؟ بقول لك ايه لعبش فيا؟ فين البنات اللي قلت هتشقلبوا حواليا في الكليبايه؟ ما هم حواليك اهم يا حبيبي. بقول لك ايه يا استاذ؟ نعم. مش حضرتك عايز تطلع رومانسي؟ انا وشي بريء لو وقفتني جنبك قدام هساعدك جدا. على فكره يا نجم على فكره انا شعري الاسود ده لايق على الجاكيته الحمراء والله جربني بس. مش اي حد يوقفني. بطلي بقى يا قلوده هو كل ما اعمل حاجه تسرقيها مني وتعملي زيي؟ انا قلوده يا من نفسنا يا اوفر. ايه ده سيبنا لك بقى السنبله يا حلوه. ايوه انا سنبل طول عمري. خلاص بقى نطني في ام البسين عشان اخلص. يعني انا اللي هقف قدامي يا استاذ؟ خلاص وقف انت قدام خلاص. استاذ مجدي. ايوه يا حلوه. النجم قال انا اللي هقف قدام. يبقى تقفي قدام طبعا امال ايه؟ استاذ مجدي ايوه مفيش داي افكرك انا جايه متاخر النهارده ليه؟ امبارح عش البلبل. حصل اللي حصل اهو ليل وعدى. هدي اخلاقك. انت هتروحي ناحيه الشمال وتتميلي ناحيه اليمين وانت بقى هتروحي ناحيه اليمين وتتميلي ناحيه الشمال. يلا حركه.
ستوب. مالك بس يا فنان بتقول ستوب ليه تاني؟ مش اسلوب شغل الكروته دي. فين يا استاذ شخصيه ميمي اللي قلت هتبقى معايا في الكليبات؟ يا حبيبي بعدين. حاضر ميمي دي بعدين، نهدى بس. حاضر. ايه استاذ، انا ممكن اعمل شخصيه ميمي لو سمحت؟ ماشي خلاص ماشي. استاذ انا لايقه جدا على ميمي صدقني، الجاكيته الحمراء والشعر الاسود. خلاص اعمليها انت. ما تبطلي بقى، هو هيبقى سواد من جوه ومن بره ولا ايه؟ سبتلك انت البياض يا صفرا يا متهوكه. حبيبتي البلوند ده موضه. البلوند موضه ده من 10 سنين مش دلوقتي يا حلوه. بقول لك ايه يا استاذ، انا اللي هعمل ميمي. خلاص يا استاذ اعملي ميمي وخلصيني. ماشي من فضلك يا استاذ مجدي، النجم قال انا اللي هعمل ميمي. يبقى انت ميمي طبعا اكيد. امال مين ميمي؟ استاذ مجدي لو هي عملت ميمي انا هقفش. يا حبيبتي حصل اللي حصل، انت كمان هتعملي ميمي بس في الكليب الجاي. نهدى كده ونركز، كلنا ميمي يا جماعه، ما حصلش حاجه. خلاص يا حلوه انا البطله، ورينا بقى هتعملي ايه. اوف. الو. ايوه ساندي. ايوه حبيبتي، هتجنن عشانك. وانا كمان والله. يا سلام يا سلام يا سلام على الرقه اللي انت فيها. بقول لك ايه، انا داخل عليكي الاوضه. لا بالتاكس. طب ايه هنروح فين؟ هننزل نروح مشوار، هنشم شويه هوا، هموت عشانك. وانا كمان، يلا تعال مستنياك. يا سلام، كأني شايف الشمس على جبينك. عارفة أكتر حاجة فيكي بتعجبني إيه؟ إيه؟ رقتك وجمالك واختيارك لألوانك. الفوشيا جنب الجميزي اللي لها. ما أنا قلت أختك بقى ونرجع فلاش باك لأيامنا ولياليك. بس أنا على فكرة زعلانة منك كده، تقعد كل ده ما تسألش عني. ما أنا كمان كنت واخد على خاطري منك وزعلان عشان لقيتك ماشيه مع كل اصحابي من ورايا. من وراك ازاي يا عمران؟ اما احنا كنا رايحين جايين قدام عينيك وانت شايفنا. ما هو مش من رجوله ان انا اعرفك ان انا شفتك واحرجك قدام اصحابك. ماشي معاك حق، عامه هم كده كده كلهم خلاص مشي وراحوا في 60,000 ده، محدش فيهم عمر الا انت. قول لي بقى هتيجي تتقدم لي امتى؟ انا اتقدم لك؟ ايوه يا حبيبي. انت امال ايه؟ انت ناوي بقى تقضيها بلاي ستيشن وعايز تلعب بيا بقى وكده. ايوه يا ساندي، بس انا لسه بكون نفسي، وبعدين انا تحت السن. تحت السن؟ ده انت عايش اكلينيكيه. امال يا حبيبي مسكه الايد والحركه والفرق اللي عمال تعمله ده كان ايه؟ ها، وعلى فكره بقى انت ايديك من النوع اللي بيعرق وانا مش عايزه اتكلم. بقول لك يا ساندي، قله الادب والزعيق بتاعت زمان انا مش هسمح بيهم دلوقتي. انا دلوقتي راجل كبير وعندي امراض. وريني اخرك. بقول لك ايه، ما تستفزنيش. ما تستفزنيش انت، وانجز ولخص واتجوزني بدل ما تضير اتجوز حد غيرك. ايوه ساندي، بس انت لسه بقى هتقعد تبسبسلي وتنونولي. بقول لك ايه، شغل القطط ده انا مش فاضياله. عن اذنك ما عطلكش. ساندي وحساب الحاجات اللي طفحتيها.